قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. في تقريباً قبل 10 سنوات أنا ولد أمتي كنا صغار، يعني أنا وياه في الابتداء، هو يكبرني ب3 سنوات، يكبرني بمعنى أكبر مني. حلو. فكنت أنا وياه طالعين نصلي صلاة العشاء، وكان في أمطار من العصر، في برد وأمطار في الرياض، يعني كان في أمطار ما شاء الله، فكانت الدنيا غرقانة. يعني إذا طلعت بالشارع، الشارع الرصيف، الموية موصلة إلى الرصيف، يعني فوق الرصيف. فإذا طلعت مثلا أنت لابس ثوب، أربط سراويلك طال عمرك وأمش، لأن ما بتتربص. فكنا أنا وياه نمشي رايحين صلاة العشاء بالحالة، حنا بيتنا، هو جاينا في بيتنا، حنا بيتنا مو عند المسجد، لا، في مربع، في يعني بيوت ثم المسجد. فعندنا حنا بيت ضيافة، نطلع من عنده ثم نروح يسار على يسار، ثم نمشي قدام ثم يمين على المسجد. فحنا نروح ماشي، ما نروح بالسيارة. طلعنا أنا وياه وكنا نمشي وكذا، ويعني فعلينها بالمطر، فمسوين سباق وحركات، وربصنا في المطر، ودخلنا في التراب وحركات يعني. فصلينا العشاء، خلصنا وطلعنا على طول، يعني ما انتظرنا أحد. يعني حنا يعني من أول كنا قبل تقريبا 2 سنين كذا، يعني إذا أبوي مهم موجود في المسجد، أطلع مثلا مع ولد عمي، أطلع مع عمي يرجع من نفس الباب اللي حنا نرجع معه، كلنا نرجع من نفس الباب. حلو. فإذا كان أبوي مهم موجود، نرجع مثلا مع عمي ولا ولد عمي، أهم شيء إنه يكون واحد كبير. فهالمرة ما انتظرنا أحد، من أقارب. طلعنا أنا وياه رايحين، فحنا كان في جدي الله يغفر له ويرحمه عنده بيتين، بيت الضيافة وبيت الثاني اللي كان ساكن فيه الله يغفر له ويرحمه. حلو. فكان حنا رايحين، حنا بنمسك على جدار البيت، جدار بيتهم. أيوة. فكان في طريق، حنا ماشيين على الرصيف، هذا أول شيء، يعني ما كنا بنزع الشارع على طول، فكنا نمشي على الرصيف زي كذا، ولقينا سيارة من نوع ربع. لا. إيه. وفيها شخص متلطم. ما شاء الله. بدأت حنا أكشن. حنا وقتها كنا متأثرين في أفلام خطف البراءة والحركات هذه. يا الله. من يعرف إلى الآن. ففهمت اللي أول شيء حنا ما تخيل، ما عرا يعني. خوف تخطفونك. ما عطيناها اهتمام أول ما شفنا السيارة، ما عطيناها اهتمام، بس هو واقف عند المكان اللي حنا بنمر من عنده. فهو داخل السيارة وحنا قطعنا الشارع، كان فيه مطبة بنقطعها عشان ما فيها موية، هناك ما في موية كثيرة. فرحنا ثم لفينا يسار عشان نمشي قدام، ثم يمين على يمين، ثم ندخل البيت. أيوة. حلو. فأول ما مرينا عند المطبة، أيوة، وهو قدامنا، يعني حنا نمشي كذا وهو قدامنا كذا، ناظرنا وحنا تونا نعطيه الاهتمام، تونا ناظره، وهو قدامي ولا عمتي كذا ناظر بعد، كلنا عيوننا في بعض، وترجع الذكريات ثم نظرته مرة ثانية، هو قاعد يناظرني، والنظرة هذه تخوف، يعني شوي أصيح أنا، مركز عليك من النظرة، شوي أصيح شوي، وأقعد أكلم الله، بصيح الحين، بصيح مرة خاصة اللي بنخطف، ولا في أشجار صغيرة على الحافات من وراء، فيه يعني في ممشى صغير. أيوة. فهذا الكلام على الرصيف. فهو كان قدامي ولد عمي، أعطيته إشارة، يعني حنا ماخذين الوضع أكشن شوي، ونذبح الرجال يعني إذا ما ذبحنا بنذبح. يا ما. فقلت له هو شنو، هو واقف كذا، والممشى هنا، حنا لازم نمشي هناك عشان نروح، لازم تعدون. فقلت هو قدامي، ولد عمتي قدامي، وواقف ورا الشجرة، أنا وراه، بس وشلون أنا وجهي وراسي وكل شيء قدام الرجال هذا اللي داخل السيارة، ولد عمتي ورا السيارة. طب الرجال هذا كان معطيكم اهتمام ولا؟ إيه، قاعد يناظرنا نظرة تخوف، يعني شوي أنا شوي وصيح، يعني حقر فيكم تقريبا، يعني حنا وقتها كذا الله بنصير زي خطف البراءة، بيخطفونا. هو كان واحد على نيات الرجال، ما أدري، أنا ما أدري إيش كانت نياته، وشكله كانت النية. أيوة. أنا ما أدري إيش كانت نياته، ومتلطم وكذا. فعطيت ولد عمي هذيك النظرة، أعطيت ولد عمي هذيك النظرة، قلت شوف وثنى، أعطيتها كذا، أعطيتها من وراء الشجرة، وثلاثة اثنين واحد تركض. طير ركض، فأنت اللي مع المطر إلى الحين ينزل مطر علينا، لا إله إلا الله. إيه، واحد اثنين ثلاثة نركض،
هنا انا صحت تقريبا الاخ هذا دق ريوس علينا وراح بيرجع لنا خلاص انا خلاص كذا بموت. انا سمعت صوت السياره وهي تتحرك نركض وقتها، يعني انا كنت وقتها اصيح من جوا واركض، فهمت اللي دخل فيني دموع من داخل، يعني بدل ما تطلع دموع على برا دخلت على داخل جوا كذا. اي بسرعه اركض 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 لعل احنا اذا وصلنا الباب في خشبه تنحط عشان ما يتسكر الباب. فاول ما وصلنا يعني احنا بيت الضيافه ثم في مجمع من داخل على البيوت الكثيره حقتنا، فكانت عندنا خطه ان اذا دخلنا هذا بيت الضيافه بيحسبنا داخل هنا، بس احنا بنروح بيتنا. وين بيتنا؟ في الشارع الثاني. حلو، يعني بيتنا بعيد شوي، يعني تحطون وين تتركون. ايوه تدخلون بيت. اول ما دخلنا بيت الضيافه كذا سكرنا الباب، حتى عمي وعيال عمي قاعدين يصلون في المسجد سكرنا عليهم. الله يعطيكم العافيه، امشوا مع هذا، روحوا كملوا الشارع الثاني عشان تدخلون بيوتكم. وقتها كان في خوف الله لا يوريك، يعني لانه شلون انا يعني خلاص اذا هجينا منه المره الاولى هو واقف يعني ان شاء الله مو بصير شيء. حلو، بس يوم لحق انا بغيت اصيح، يعني صحت من جوا بسرعه نركض. يعني اول ما وصلنا سكرنا الباب، حبيبي يا عمي بتجي الله يسعدك روح من هناك. احنا نركض اصلا ما انتظرنا احد، سكرنا الباب ركضنا. فهمت اللي بيدخل ورانا؟ خايفين انه يطلع. وراكم باقي. ورانا اقول لك يوم ركضنا دق ريوس علينا. لا اله الا الله. بعد عندك وقت تقول نقصك الكلوركس يوم انك صغير؟ لا اصبر. اصبر يوم وقفتوا الولد وين راح؟ الرجال ذا. ما ادري ما خلاص من ذاك اليوم ما اعرفه ولا يعرفني ولا نعرف. انا احس وقتها بس وقتها كانت فيه يعني كانت فيه احداث وحاره وزي كذا. كان في خوف. انحشتوا. ها ايه. انتهت القصة. القصة. اه وانا احس بتكمله ما قصرت بس نلقى ابشر الحلقه الجايه. اهلي ما يدري عن هذه السالفه، بس اختي اول ما وصلنا البيت رحت علمتها قلت فهد خلاص لا تطلع بحالك ان شاء الله، وقعدت تصيح عندها. بس تمام دامنا خلصنا القصه وما قصرت يا فهد على القصه، مره حمست انا قلت النهايه راح تكون قويه. قصه ممتعه وحلوه فيها قيمه ما ذكرتها، انه ما تطلع الا مع احد بالغ يقدر يساعدك ابدا. صحيح. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للاطفال لا تنسى الاشتراك في القناه والاعجاب بالمقطع.